واش عرف توني مارش شحال غادي يشد في كل اسبوع 3 د الملاير وفي كل يوم غادي يشد 450 مليون وغادي يشد 18 مليون في الساعه اموال تترعرع يا سيدي 18 مليون للساعه هو نزيدكم ولا بركه نزيدكم سيدي بالنسبه للبنزين حسبوا معايا مزيان غادي يشد في كل اسبوع 4 د الملاير اي بمعدل في اليوم 595 مليون بمعدل ايضا في الساعه 24 مليون تترعرع يا سيدي 24 مليون سنتيم طبعا هو زيدوا حسبوا معايا بالنسبه الرولاندو اجي بعدها شحال خلينا المازوت قبل ما نحسبوا 11 درهم و78 وشحال دابا 13 درهم و45 الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله وقع لنا كاين اللي وقع لواحد السيد سرقات له البغله ديالو مشى كيقلب ليها مشى للسوق لقاها جاء عند السيد قال له شحال هذه البغله هذه قال له سيدي ب 1500 درهم 30000 ريال قال له قابل سيدي نشريها ما كاين حتى مشكل ولكن بشرط تمشي معايا للدوار باش نخلصها لك مشى معاه للدوار هو غادي في الدوار الناس كتلاقى معاه كتقول له الحاج مبروك سيدي الجبيره جبرتي البغله ديالك مبروك عليك مبروك قال لهم قولوا الفيسد تابع البغله يعني قولوا الهبيل تابع البغله حتى نحنا قولوا نحنا هاد الهبال اللي تابعين هاد الانتقالات وتابعين هذا مشى هنا وهذا مشى هنا والحكومه صفقات علينا ضرباتنا من هنا حتى لهنا دقني في نزلاتنا من سابع سماء لسابع ارض في سابقة في نوعها لا السياق العالمية تطلبها لأن ما كاين حتى شي حاجة اليوماتية تتطلب رفع هاد أسعار المحروقات ولا السياق الداخلي أيضا يتقبلها لأنه سياق متأزم المواطن كيعيش واحد الحالة مسكين من الضنك عنده العطلة الصيفية عنده الدخول المدرسي قبل من هاد العيد وغلاء الأسعار اللي تالع علينا على مدار هاد السنوات كلها وتجي اليوم الحكومة باش تجازينا تزيد لنا واحد الزياده غير مبرره تماما وهذا الشيء راه كيحمق اجو بعدا نقول لكم شحال داير المازوت دابا في اسبانيا انا بغيت ندير لكم واحد المقارنه هذه المقارنه في الحقيقه هي ماشي ظالمه هي مقارنه صادمه لان المازوت ها شحال كيدير في اسبانيا ونزيدكم واحد القضيه ماشي هذه هي الاثمان فقط انا نزيدكم واحد المساله اللي ما عندناش نحن هنا وما عمرنا نحلموا بها الا جيتي في اسبانيا كدير 10 اورو ولا 20 اورو الحكومه كتخلص عليك 20% يعني هذاك مونستاسيون اللي دار لك المازوت كيرجع لك اما 20% واما كيديرها لك مازوت يا واش شفتوا ونحن عندنا دقه للنيف ما كاينه غير الزيادات الصاروخيه نزيدكم اكثر في اسبانيا وفي هاد الجزر هادي اللي هي صغيره جدا واللي ما كتبعد علينا حتى بساعه واللي هي ما عندها 40 سنه في العمر ديالها هنايا المواطن الاسباني والمواطن المقيم ما كيخلص لا مواصلات لا طوبيس لا تران لا مترو كل شيء فابور خاصك فقط تكون عندك واحد لاكارت وجول الجزيره من شمالها لغربها ومن شرقها لجنوبها ما تخلص ريال ونزيدكم لوطوروت فابور لي باركينغ فابور ما كاين لا جيري صفر لا جيري احمر ما كاين حتى شي حاجه كل شيء فابور الضريبة على القيمة المضافة ما كايناش وفي الحقيقة بارك عليكم لأن هذه المقارنة إلا زدنا ومشينا في هذه المقارنة راه غادي نتسطاو لأنه لا يعقل على أن نحن كنخلصوا كل شيء ولا عندنا لا تطبيب ما عندنا لا تعليم هنا التطبيب مجانا والتعليم مجانا وإلا ديتي ولادك المدارس الخصوصية الحكومة كتخلص معاك النص وأنت كتخلص النص في حلاوة أكثر من هكا قالوا المصريين في الحقيقة والله العظيم أنا بغيت نزيد نقارن لكم ولكن أنا براسي مصدوم ولهذا قلت لكم هذه المقارنة صادمة ويجي وتجنبوا المحروقات اللي دائما كيطلع علينا في هذا الشهر اللي هو حار وسخون من جميع النواحي وما قدوش فيل زادوا فيلة دارنا الزيادات 3 المرات في أسبوع واحد وفين غاديين بينا خويا ورافة بينا وحشوم عليكم هذا هو الجواب ديالكم ديال مجلس المنافسة هذا هو احترام المؤسسات زعما داك النهار مجلس المنافسة خرج التقرير ديالو وانتوما كتجاوبوه كتقولوا اسطح راسك ضرب راسك مع الحيط حنا راه ما كنخافوا لا من المؤسسة الدستورية ما كنخافوا حنا راه كان غادي نزيدوا وغادي نبقاو نزيدوا على المواطنين وهذه الحكومة هذه فين غادية بينا راه عندنا واحد الاشكال كبير جدا اليوم كيعيشوا الاقتصاد ديالنا اكثر من 13000 شركه مغربيه على وشك الافلاس كنحتلوا الرتبه الرابعه عالميا بعدد الشركات التي ستفلس سنه 2023 بعد ما كنا 6000 شركه في 2020 و2021 اليوم وصلنا 13000 شركه معدل البطاله وصل 12.5% عدد العاطلين عن العمل 1,500,000
ما نسيت ما قلت لكم على انه الا قلت لكم اسبانيا داير فيها المازوط هكا ولا الليسانس، راه الدخل الفردي ديال المواطن السميك راه 1200 يورو كيتخلصوا فيها، والتعويض عن البطاله 1000 اورو. ايوا جي قارن لي مع المغرب، هنا المقارنه غير بلا ما نقارنوا بلا ما نديروا والو، والغلف كل شيء ومع في اللي حطيتي عليها يدك غاليه. هو في الحقيقه هنايا كيجي الشعار زوين وصالح للمرحله، نستاهلوا احسن.